بسم الله الرحمن الرحيم. عن الإمام الحسن أتحدث إليكم. سيدي يا أبا محمد، يا سليل الأمجاد الخالدات، يا ثمرة اقتران الشمس النبوة بقمر الإمامة، يا صاحب السر في العلن، أيها الكوكب المنير في زمن الديجور، يا ديمومة الحق في منبع الحقيقة، يا حجة الله في أرضه وسراجه في خلقه، يا باب نجاة الأمة، أيها الشافع المشفع، وأيها الماحل المصدق، يا عدل القرآن، يا حسن بن علي، أيها المجتبى، فداك أبي وأمي، أفض علينا من بركات النبوة ما يسمح لنا الدخول عليك، لنكون من العارفين بحقك، المصدقين بأمرك، المؤمنين بإمامتك، المسلمين لطاعتك، لعلنا نحشر معك وفي صفك وإلى جانبك يوم يميز الله المسلمين عن الكافرين، والمؤمنين عن المنافقين، ويقول للصادقين جوزوا، وللكاذبين قفوا، فنكون معك ونجوز ولا نكون مع عدوك ونقف. من نور وجهك إذ يفيض سناها، وتستدير براحتيك رحاها، أبوك رد عشيها بإشارة، وإشارة أخرى أعاد ضحاها. الحسن جزء أساسي من الرسالة، ولحمة من النبوة، معرفته ضرورة للدين، ومحبته جنة من النار، وموالاته درجات في الجنة. ولقد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفس محمد بيده، إن الحسن لفي الجنة، ومحبه في الجنة، ومحب محبه في الجنة، فما أصعب دخول الجنة بدون الحسن، وما أسهل دخولها معه. ولأنك الوتر المخلد أنعمت، وبكل فخر أن تكون سماها، الشمس ما ألفت سواك مبرأ من كل عيب تدعيه فتاها، يا أول الصف طين يا فرع الهدى، فيك النبوة أشرقت بهداها، ووصي خيرتي أوصيائي محمد، تلك الإمامة طوقت كيداها. للإمام الحسن
جانبان، جانب يرتبط بالآخرة وعالم الغيب، وجانب يرتبط بالدنيا وعالم الشهود. ففي عالم الغيب هو صاحب الاسم الرابع المكتوب على ساق العرش، وهو شفيع المذنبين يوم الحساب، وصاحب البركات، وباب الحوائج. أما في عالم الشهود فهو أسوة الصالحين، وقدوة المؤمنين، وقائد الغر المحجلين. بدونه تيه وضياع، ومعه رضا الله ورضوانه.